بسم الله الرحمن الرحيم. في الغلا اللي احنا فيه دوت، ادي بيضة وكوباية مية من الكاتل مغلية. تعالوا نشوف احلى كيك عمركم ما هتشوفوه في حياتكم بالصورة دي وبالشكل ده وبالامتياز دوت، بالبيضة دي وكوباية المية المغلية دي. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض ونشوف المقادير ايه وقد ايه الموضوع سهل جدا. يلا بينا. مش هتصدقوا الطراوة اللي معمول بيها وقد ايه بيضة واحدة عملنا القطع دي كلها، والجمال اللي انتوا شايفينه دوت ما فيهوش اي حاجه، كله هيتعمل قصاد حضراتكم. وازاي نزوقه بالكريمه كده ونعمل احلى عيد ميلاد، والله العظيم بيضه واحده اللي عامله لي كل دوت. تعال نشوف مع بعض كده. عندي كوبايه دقيق او 150 جرام من الدقيق، 50 جرام من الكاكاو، سهله جدا جدا جدا. ادي معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكربونات، ويبقى كده احنا حطينا المقادير اللي هي الجافة اللي معايا. تعالي هنديهم نص كوباية من السكر او 100 جرام من السكر بالشكل ده اهو. شفتوا بقى دي الدنيا سهلة جدا معانا. وهنبدأ نجيب ادي البيضة بتاعتنا هي بالشكل ده كده، وادي الزيت اللي هو 60 مللي او تلت كوباية، وادي 120 مللي من اللبن او نص كوباية. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا عشان الزفارة الفانيليا، ويكون عندي كوباية المية او فنجان المية المغلية ده. يلا بينا. شفتوا قد ايه كل ده بيضة واحدة اهو. تعال نقلب بقى الكلام ده كده كله، نعمل بقى بي كيك، نعمل بي كاب كيك زي ما احنا عايزين. قلب قلب كده. كله اتقلب اهو مع بعضه. وادي المية المغلية اهيت. وهي دي سر النجاح بتاع الموضوع دوت. شايفين البخار طالع منها ازاي؟ قلب بقى، مش عايزين تخريز وعايزين الدنيا كلها تبقى مظبوطه. الفرن يكون شغال عندي درجه حراره 180 اهو. من الحاجات الروعه الجميله الاقتصاديه جدا، اول ما فكرت قلت الموضوع دوت نعمله مع بعض. وده بيسموه فادج، وبيتاخد معاه صوص شوكولاته، بيتباع في اي دوله اوروبيه بيفطروا بيه، رخيص جدا وفكرته حلوه. تعال بقى نصب. لو عندي ورق زي كده، عندي اللي هو بتاع الكب كيك اللي هو الفويل، عندي قوالب، مفيش اي مشاكل. نجيب حاجه بقى نصب بيها كده عشان ما نبهدلش الدنيا. نصها بس كده كده حضراتكم عايزين. بصوا التكلفة ويلا بينا. في الفرن درجة حرارة 180 لمدة 15 او 20 دقيقة تقريبا كده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ شايفين لما قعد معايا كده تقريبا هو استوى، شايفين عامل ازاي؟ ممكن بقى كوباية كريمة على نص كوباية سكر بودرة، نص كوباية كريم باتسري، نص كوباية كاكاو، ونعمل الكريمة دي. وادي كوبايتين مثلا مية متلجة، ونبدأ نضرب الكلام دوت. لو حبينا ندي منظر بقى عيد ميلاد لما يتحول لي يبقى كريمة كده، أسهل أنواع الكريمة، وخلاص الكيك يبرد نزوق. بعد ما برد تماما عشان الكريمة ما تسحش، بنبدأ نفك كده أو أسيبه زي ما هو. شايفين المنظر عامل ازاي؟ مميز جدا. شايفين اللمعية هايش ازاي؟ عامل زي غزل البنات. ونبدأ ان احنا بروزيتا كده وكيس بلاستيك ندي المنظر دوت، ارش اي حاجة عليه، اي حاجة. بصوا البساطة مفيش احسن منها اهو. ها كل ده قولوا لي بقى التكلفة ايه؟ ولا حاجة والله، اسهل منه مفيش. شايفين المنظر دوت بس، ونحتفل مع اولادنا. احنا نقدر نتحكم في كل شيء، وسبوها ايه على رأي ما قالوا، سبوها تصدي على العربيات. مش هنقدر نتحكم في البيت، هنتحكم في كل حاجة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ينفع اخواتي. بشكركم جدا والسلام عليكم.